واحد من أكثر العمليات الإرهابية دموية هذا العام شهدتها العاصمة الأفغانية كابول بعد هجوم انتحاري ومسلح في الوقت نفسه استهدف مجمعا حكوميا لساعات أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. المسلحون بدأوا هجومهم على وزارة الأشغال العامة بتفجير سيارة مفخخة عند مدخلها، واحتجزوا أكثر من 350 رهينة في المبنى، ما أجبر القوى الأمنية على الاشتباك مع المهاجمين. هذا الهجوم جاء بعد أيام من قرار الرئيس الأفغاني أشرف غني استبدال وزيري الداخلية والدفاع بوزيرين آخرين يشتهران بعدائهما لحركة طالبان. وأعلن مسؤول أمريكي لمصادر صحفية خلال الأيام الماضية عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب نحو نصف الجنود الأمريكيين المنتشرين والبالغ عددهم نحو 14 ألف جندي، بينما لم تؤكد واشنطن بشكل رسمي خفض قواتها من أفغانستان. ويتخوف بعض الأفغان من سقوط الحكومة بسبب الهجمات المتكررة وعودة الحرب الأهلية إلى مربعها الأول في البلاد.